ننصح الحكومات بألا تحول بين العلم الشرعي وبين الناس، فإن شأن كثير من الحكومات الآن تقويض الدعوة إلى الله، والله سائلهم عما يصنعون بالدعاة في عموم بلاد المسلمين. أنا لم أقصد شخصا بعينه، أقصد سيسأل حكام المسلمين الذين يحولون بين الدعاة إلى الله وبين دعوتهم. إنه يجب على حكام المسلمين كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأي داع إلى الله، أي مسؤول تسول له نفسه أن يحارب دين الله سبحانه، فكتبت عليه الذلة، وستكون إما في الدنيا أو في الآخرة. لقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم.